السلام عليكم ورحمة الله. اتصال من صديق انه في ناس مسيطرين على أفعى فلسطين عن طريق القشاطة في داخل البلد. ان شاء الله نوصل بسرعة. يمكن تبكى الأفعى بقلوية. في معنا العصي ورا في الصندوق. صورة هاي الأولاد. يلا انزل. بقلوية ولا فلسطين؟ ما بنعرفش لسه. زي ما قلت لك شو هذا لقيتها على الحيط. بقلاويه لقيتها على الحيط. بتقرص لا تقرصش. لا تقرصش. طب اسقطها عادي بلاش تعضبك. طب وين انسان يا عمي؟ هاي بقلاويه. بس هاي المناطق برضو فيها افعى فلسطين، يعني ما تمسكوش الحيه سواء بقلاويه او افعى. عمل لك الشاطه زي ما قلت لك. ما هي الشاطه احسن شيء. عادي تيجي على الفيران وعلى انت فيراني ولا لا فيش يعني. انت بتشوف الفيران بتشوفهم مش طيب. هات كنية. هات هات شيء. يلا شو كنينة. اعطيني اي شيء. هلا هلا بالبقلوية رفيعة. هاي ضعيفة لسه، اللي مسكناها اليوم عند الحمام كدها 3 مرات. عضتها قوية؟ بدك تجرب؟ لا يا عمي الله يبعدنا عمي. لما تلاش عضة قوية عم جمال لسانة ابراهيم لسانة ما ضل شيء. خلاص هاي واحدة. هاي واحدة بقلوية ولا لا؟ هاي جاب لك واحدة. تشوف مش على الأكبر. نعم شايفة؟ ورد طاي. اوعى يا اسبرهيم. في حدا عنده مي هان؟ كمين نغسل؟ هات هات ماجد. ماجد جنب الحوض. هلا كبارك. في حدا عنده هاي ضوم؟ هاي ضوم. لا خلص كنيني فيها. طب خلص مش هضل. لا لا مش سامين. انا رن ابو احمد علي. انا رنت. قال لي حي فلسطين. هاي ضوم جننوني. قالوا لي حي فلسطين. يا زلمه هات كنينه. هات يلا. خلوا كشطات. من كل واحد يخلي عنده قشاطة ولا اسهل منها وبترنوا علي. يلا سلامات شباب. عنا الافعى البقلاوية وافعى فلسطين، اكثر نوعين من تشرات واكثر نوعين بيشبهوا بعض. سبحان الله. عرفت كيف؟ بقلاوية افعى فلسطين، مع انه في عنا انواع كثيرة. هم اكثر نوعين من تشرات واكثر نوعين بيشبهوا بعض وبخربطوا فيهم الناس. طبعا الافعى البقلاويه بتحب تعيش بجنب المنازل بالبساتين زي ما انتم شفتوا عند البيوت القديمه. بتحب تضل عند الشجر على الشجر، يعني دائما قريبه من الناس والبيوت. يعني هناك منها اعداد كبيره بس اللي بتنكشف بصيدوها.